في الواقع نحن اليوم بصدد مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، وهذا بعد مرور سنة كاملة من عرضهم لمخطط عمل الحكومة. يوم ما تم عرض مخطط عمل الحكومة كان فيه بعض أو كانت مناقشة، ومن خلال المناقشة لاحظنا عدة نقائص في مخطط عمل الحكومة. اليوم جاء الوقت وين ندرسه ونستمع بيان السياسة العامة، ومن خلاله سوف نناقش مدى النقائص ومدى ما تقدمت به الحكومة في برنامجها، ما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه. بالنسبة لمضمون بيان السياسة العامة يضمن 5 محاور أساسية. المحاور هذه تم عرضها يوم صباحا من طرف السيد الوزير الأول. الآن مجموعة النواب يعكفون على مناقشة كل ما تم إنجازه من طرف الحكومة في ظرف سنة، وانطلقنا من شيء أساسي كتثمين لما تم تقديمه كبيان سياسة عامة، وهذا يعني اختلف عن ما سبق. كان بيان السياسة العامة لم يعرض على مستوى المجلس الشعبية الوطنية. احنا شرعنا في الدراسة منذ 3 أسابيع، وكان آخرها هو تسجيل اللقاء مع قيادة الحركة الأمس لمناقشة يعني لإثراء النقاش بين السادة أعضاء مجموعة البرلمان للحركة. ويعني من الناحية المبدئية نعرف أن السياسة العامة، بيان السياسة العامة هو تقييم سنة خلال عمل الحكومة خلال السنة بناء على مخطط عمل الحكومة الذي صدقنا عليه السنة الماضية. تبين من خلال التقييم الأولي والإثراء والنقاش وتوزعت الاهتمامات بين النواب، أولا هو فيه جزء كبير من السياسة العامة هو عبارة عن الحديث عن منجزات تمت خلال يمكن 4-5 سنوات الأخيرة، عبارة عن تدشين واستلام لمشاريع. جزء منها أيضا فيه حديث عن مشاريع ستنجز في المستقبل على شكل برنامج، وبالتالي في المحصلة المؤشرات التي الرقمية غائبة إلى حد كبير. ولكن احنا من باب تقييم الموضوع نقول أن هناك قطاعات حققت قفزة نلمسها ورأيناها، ولكن في المقابل هناك قطاعات سجلت عجز، خاصة ما يتعلق بالحياة اليومية للمواطن. نتحدث عن التوجهات الكلية في الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية وتقليص الاستيراد ورفع تصدير خارج المحروقات والميزان التجاري، كل هذه المواطن يهمه الذي يتعلق به في قضية غلاء الأسعار وقضية يعني ما زالت الرواتب دون متطلبات الحياة الكريمة، ظروف التمدرس والأسعار المواد الأساسية الاستهلاكية والمتعلقة بالحياة للمواطن، بعض المشاريع الحساسة كالطرقات والمياه ما زالت مناطق يعني لا تصلها الأيام إلا في خلال أسبوع أو أسبوعين. هذه الأمور ما زالت الحكومة مهما بعد الجهود اللي بذلته يحترم، لكن لم نحقق هذه النتائج. ولذلك نحن الآن في إطار تفصيل جزئيات هذا البيان، والنواب اقتسمنا يعني حتى تكون تغطية النقاش على جميع المحاور، اقتسمنا هذه المحاور على مجموع نواب الحركة وأعطينا لهم الحرية في إطار محافظة على المصلحة العليا للوطن، في إطار محافظة على اللحمة الوطنية، في إطار محافظة على استقرار الوطن، في إطار مراعاة الظروف الدولية، أن النواب ينتقدوا أداء الوزراء الذين لم يستطيعوا تحقيق المستهدفات التي وعدوا بها. تم اليوم عرض بيان السياسة العامة للحكومة من طرف السيد الوزير الأول أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في مجلسنا الموقر. أولا من هذا المنبر نشكر السيد الوزير الأول لأنها سنة حميدة أنك تعرض برنامج من السنة من العمل بعد عرض مخطط عمل الحكومة سنة فارطة، يعني عام من إنجازات. يعني الوزير الأول رفق الطاقم الحكومي له من إيجابيات، له كذلك من سلبيات، لكن احنا نثمن الانجازات اللي قامت بها الحكومه ونواكب كل النقائص. اولا نتكلم على انجازات الحكومه من الجانب الدبلوماسي، هي رجعت الجزائر لعهدها الدبلوماسي القوي، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على الوفود العالميه من رؤساء ووزراء الخارجيه الذين يتوفدون الجزائر في الاونه الاخيره. نرجع كذلك ان الجزائر اليوم رجعت لمكانتها العربيه، وهي لم تشمل العرب في قمه عربيه في ذكرى نوفمبر العظيم. كذلك الجزائر اليوم رجعت لإفريقيا والبعد
الاستراتيجي الذي تمثله الجزائر بالنسبة لإفريقيا، وإن دل على ذلك فهو يدل على فتح معبرين حدوديين في موريتانيا المطلين على دول غرب إفريقيا بحوالي 15 دولة من أجل تصدير كل الفائض في الجزائر. لما نتكلم كذلك على الشق الاقتصادي، نتكلم على النقص الفادح في الإصلاح النظام البنكي والمالي، نتكلم كذلك على النقص في قطاع التأمينات، نتكلم على ذلك إلى إصلاح البنك المركزي، نتكلم كذلك أن السيد الوزير الأول لحد الساعة لم يكن هناك برنامج لإعادة مراجعة قانون النقد والقرض الذي لم يتم مراجعته منذ حوالي 20 سنة. لما نتكلم كذلك على الجانب الاجتماعي، وإحنا اليوم كنواب في البرلمان الجزائري همنا هو خدمة المواطن الذي أعطانا أمانة أنه الجزائر تشهد يعني غلاء يعني في فحش بعض المواد الاستهلاكية، بالإضافة إلى بعض الندرة المفتعلة بفعل المضاربة والتهريب. نحن اليوم متواجدون في مجلس الشعب الوطني لمناقشة بيان السياسة العامة. من هذا المنبر نشكر رئيس الجمهورية الذي توعد بإنزال بيان السياسة العامة إلى المجلس الشعب الوطني الذي غاب عن المجلس الشعب الوطني منذ حوالي قرابة 12 سنة وتطبيق المادة 111 من الدستور. اليوم نلتمس في بيان السياسة العامة يعني نثمن ما قامت به الحكومة خلال السنة الفارطة من إنجازات في مخطط عمل الحكومة، وكذلك يعني ننتقد يعني بيان السياسة العامة من ناحية الشكل والمضمون، خاصة من ناحية الأرقام ومن ناحية الإحصائيات، فهذا شيء يعيب على الحكومة. وكذلك من ناحية الانتعاش الاقتصادي نلتمس بأن الحكومة حققت انتعاش اقتصادي بنسبة 9%.